سياسة الانقلابات وما يسمى بالحركات التصحيحية أو التقويمية خارجة وأجنبية كليا عن مبادئ الحزب وعن قانوننا الأساسي ونظامنا الداخلي. وهذا الشيء مكتوب يعني بكل وضوح أنه لا يمكن أبدا أنه مشكل داخلي تاع الحزب يتم عرضه لا عبر وسائل الإعلام أو بأي طريقة أخرى. واللي يقوم بهذا الشيء يعرض نفسه للإقصاء، لأنه إحنا نعتبر أنه الحزب مستقل يعالج مشاكله بالوسائل الديمقراطية الداخلية. انحراف، ناس خرجوا على الطريق، اجتماع غير قانوني، غير قانوني.